يالله جيتك عاني ومتعني من جور أهم بالضلوع العوجة جيتان بابك والصواب مكني وصفاح قلبي من الغدر مبعوجة محبط وربعي خيبولي ظني وخيولهم بعض البعض مسروجة هذا يتل السيف ذاك يسني يأجوج صرنا وياكل بمأجوجة ناس افترت وتشمتت وتغني عصار بهل بديرة الفلوجة وناس على بابل صارت تخوني وارواح اهلها ترتقي معروجة الارهاب ما يعرف الشيع وسني كل الشعب مستهدف بمنسوجة شما حاولت بعض البشر تلدغني ماني من اللي يركبون الموجة أسرح وأسرج أسرح وسج أسرح وسج لو واحد لا سن ما كل عقل يدركك بنضوجة بعض اللسن وسط الحشا تردني مثل القنيص اللي بناله نوجة ما كل ثغر بل فكر جادلني ولا كل واحد يصدقك بهروجة هادنت وقتي والوقت هادني والبحر طامي نعرفه من روجة كثر النوايب عد لي لعيني ولو فاتني بعض البشر ملحوجة ربك عليم ويبصر المتجني من بين طيات السما وبروجة هذا العراق اللي بالقلب ساكني يالله حفظه بذرته يالله حفظه ببذرته ومنتوجه هذا العراق البل قلب ساكني يالله حفظه ببذرته ومنسوجه ان شاء الله ان شاء الله بمحبه كبيره واعتزاز اليوم نستضيف الشاعر المبدع مأمون النطاح في ظهيرتنا يا اهلا نورتنا منورين بيكم ان شاء الله وشكرا للاستضافه وانا سعيد ان اكون معك مرة ثانية والحمد لله على السلامة البارحة وصل هو من جبت لكم المطر وياه واليوم كله مطر أدا أقول يوم متعود أنت على المطر مطر خير إن شاء الله يا رب. اليوم حضورك إلى الإمارات وتحديدا إلى إمارة دبي من أجل إقامة أمسية هذه تأتي هي في سلسلة جولات وفي سلسلة أماسي كان في عمان في ألمانيا في هولندا في لندن سويد. والسويد فاليوم المحطة هي في دبي. نتكلم عن هذه الأمسية عن وقتها عن توقيتها تفضل شكرا لهذا السؤال أولا حقيقة أنا من يعني بديت أحس أني لي مقبولية نوعية عند الناس وعند الناس المثقفة والواعية حبيت أن أنقل قضية بلدي ايا كانت يعني القضيه المحوريه اللي هو احنا شعب واحد للعالم كله ومن خلال الشعر والاماسي بمعنى تستثمر هذا التاثير بالضبط العام حقيقه سوينا اول امسيه لدعم النازحين وشاركنا فيها عدد من الفنانين الفنانه نادين الفنانه فريده مصطفى العمار اكثر حقيقه من شخص بدينا بهاي السلسله وكانت أول أمسية في لاهاي ومن بعدها لا يعني صرت مفردا في إكمال باقي المشروع فسوينا الأمسية الثانية في ألمانيا في مدينة أسن والأمسية الثالثة كانت في السويد ومن بعدها انتقلنا للأردن والحمد لله هذه السنة راح تكون أول أمسية للنازحين هي أمسية دبي طيب دائما تعلن أنه هي للنازحين رائحة راح يكون للنازحين في اكيد في اليه تعتمدوها نتعرف عن هذه الاليه يعني كل امسيه لها خصوصيه يعني كل بلد الى قوانين اللي احنا نحترمها فمثلا امسيه لاهاي ما كان في تبرع يعني نقد او من خلال التكت مباشر يعني لا. كان التبرع عباره عن اس ام اس خصصه لنا الصليب الاحمر الهولندي ويستقطع ويروح يعني لصندوق خصم مع جهه واللي نسق هذا الموضوع طبعا الاخ مصطفى العمار في امسيه الألمانية كان لا عن طريق التكت في امسيه السويد كان عن طريق يعني حسب الحاله وحسب طبعاً انا حقيقه لا ادخل في تفاصيله من ناحيه يعني انا ما لا انا اللي اجمع الفلوس ولا لكن هو المنظم يعني يكون شخص انا اثق فيه ويروح ريعة في أمسية عمان نفس الحالة كان عن طريق التيكت في أمسية دبي حقيقة أيضا أكو قانون في البلد إحنا علينا احترامه فإحنا جينا برعاية منظمة يعني هم اللي دخلوا كسبونسروها كراعي لهذه الأمسية هي منظمة الكرم للتنمية البشرية ومنظمة الكرم للتنمية البشرية إذا اسمحي لي شوية يعني
أسهب في الحديث عنها هي منظمة خيرية. لا ضروري نوضح هاي الجزئية. نعم هي منظمة خيرية. أي حفل كذا لازم إنه تكون علامات استفهام. تقوم ب يعني مشاريع تعليمية. مشاريع طبية يعني اللي ما عنده يتعالج هم يعالجوه. سوت أكثر من دورة تدريسية للطلاب اللي هم يعني ما عندهم يتابعون، تعرفين النازحين اللي طلعوا من الرمادي أو من المحافظات اللي سببت يعني دخول الارهاب إلها، مثل صلاح الدين وسامره وغيره من المدن، وراحت الكردستان. ومحبتنا وشكرنا وتحياتنا لأهلنا بكردستان. هاي المنظمة هناك سوت مراكز لتدريسهم حتى ما يفوتوا من دراستهم شيء. الآن هي تقوم بمشاريع إغاثية للنازحين اللي رجعوا للرمادي، وتوصل لهم وتحاول توصلهم حتى للعسكري، تحاول توصلهم بعض المساعدات العينية كل يعني التغذية وغيرها ومؤن. هي عربية، هي عراقية وقائم عليها رجل أعمال صديقي أخويا هو أكرم العساف. نعم حلو. أوجه له تحية أبو سناء. طيب راح تكون يوم الخميس في يوم الخميس المقبل إن شاء الله الساعة 7 مساء في الإمارات مول. في الإمارات مول الساعة 7. أكيد الناس كلها متحمسة اليوم إنه بعد النجاح خاصة باللي حققتها صدى الأمسية في عمان، كان لها صدى غير. صحيح. وكان الحضور لها غير، والكثير أنت تحدثت عن هذا الإيجابي. اليوم أنت ما معناه إنه قادر أن تمسك المسرح لمدة ساعتين شعراً. نعم. وهذه مهمة صعبة. 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 اليوم الناس مزحوم في زحمة كل شيء. صح. تنسى أشياء. يعني الشعر مو من أولوياته، خلينا نجي للواقع. فأنت اليوم على ثقة كاملة أنه أنت جمهور خلال ساعتين الأمسية أو أقل. نعم. أنه أنت قادر أنه تقنع الجميع، وقادر أنه تلبي يعني أذواق الجميع، بس عذرا بس لأنه ممكن الصوت تسده علي لأنه يتقاطع ويا كلامي ما دا أركز. شكرا. فأنت اليوم واثق من أدواتك ومن قدراتك على المسرح إنه أنت تلبي نداء أو سوري إنه تلبي كل الموجودين، أم صار الحضور لهذه الأمسيات نوع من البرستيج؟ لا هو مو برستيج، أكيد الناس من حبها للي نقدمه أجتي. في ميزة نسبية فيما أقدمه. نعم. الناس تحب شخص مأمون قبل شعر، لأن في الحمد لله سلوك حسن الناس حابته بيه، وهذا انعكس حتى على طريقة طرحي للشعر. فأنت ما تلاقين عندي شيء فيه طائفية أو فيه تهجم. صح. أو فيه هكذا. حتى وأنت تكلمت تتكلم في الخطوط يعني أنت الصورة لشعرك يعني بالضبط. واحد المصداقية يجب أن تكون أمام الناس وفي حياتك الخاصة، إحنا نقول مثل واحد يقول صفحته بيضة. صح. حتى تكون هناك مصداقية، لأنه صحيح. كثير تحت الضوء يمثلون. صح. وهذا أنا اللي أقول لك، يصدم الناس. إحنا في ناس في ناس شعراء كنا نسمعهم وهم أساتذة. نعم. يعني في أشخاص يقول لك أنت لازم ما تؤمن بالشخصنة، يعني شخصنة الشخص. نعم. غير نتاجه. نعم. وأنا حقيقة من الناس اللي ما أقدر أفرق بيناتهم، يعني أنا شخص إذا سلوكه غير حسن ما أقدر أماشي. ممكن أقرأ له، ممكن هكذا، لكن ما أقدر أماشي ويعني وأخذ وأعطي معه وعد صديق. وهكذا لا، في ناس تعتبر إنه هذا شيء والنتاج شيء آخر. صح. هاي من ناحية. من ناحية أخرى الميزة اللي كنت أتكلم عليها، الميزة النسبية في 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 موضوع ما أطرحه، هو انتقالي ما بين ألوان متعددة في الشعر. نعم. في القصيدة النثرية الفصيحة أو القصيدة العمودية الفصيحة، كذلك القصيدة البدوية مثل النص اللي قريته قبل شوي. طبعا نص كاتب أنا بالطيارة البارح. أو القصيدة العامية العراقية. نعم. فهذا الانتقال السلس ما بين ثلاث مدارس مختلفة تماما. وكل مدرسة لها جمهورها. في ناس مثلا من أنزل قصيدة فصيحة نثرية يقولوا لي لا أنت بقى على العامي. وفي ناس كثير تحب فقط هذا اللون مني. وهكذا. فالحمد لله أنا قدرت يعني. وبالأمسية تقدم من كل شيء. تقدم من كل الألوان. تقدم من. نعم. كل شيء. من كل شيء. هل ممكن تخضع الطلبات إنه الناس عاجبها في قصيدة؟ في أمسية عمان مثلاً في قصائد ما كان ضمن المنهج الموجود في الآيباد. فاضطروا هم يردوا لي، أنا مشكلتي مو كثير يعني كثير حفظ. حفظ. نعم. مو كثير. فبدأ هم يردوا لي يعني. فكنت هذا يعني دليل. طبعاً لا كانوا الناس يرددون معي. هي كانت مختلفة يعني فعلاً. بالمناسبة أمسية عمان المقبلة حتكون أيضاً يوم 4/5 إن شاء الله. نعم. طبعا يقطع حديثنا يقول في اتصالات بدت، فمن ويانا
مرحبا. حيدر النعيمي صحفي. حيدر النعيمي اهلا وسهلا بك. مفاجاه حلوه. مفاجاه. انا تترقي تحياتي لك وتحياتي للشاعر الكبير الصديق مأمون نطاح. يعني اعتذرت عن وجودي يمكن وزعلان لان ما اجيت الامارات. بس حبيت يعني اسلم عليه من خلال الهاتف. واحب افشي سر من اسراره. راح يفشي سر من اسرارك؟ عاد لو بس اسمع وياك. تفضل. مأمون نطاح عنده قرار انه بعد اعتزل الظهور في اي ثنائيه من ثنائيات الكليبات مع المطربين. ولح يعتمد على الظهور في ثنائيات شعريه فقط. هذا القرار ما حد يعرف فيه واتخذه، فياريت نعرف تفاصيله. واتمنى له كل التوفيق في الامسيه الشعريه القادمه في الامارات مول، وان شاء الله نلتقي مع بعض وجه لوجه. و يعني الدعابه عن اول صحفي عراقي يقدم مأمون للاعلام العراقي والعربي من 4 سنوات علاقتنا مع بعض. نعم. ولكن لحد الان لم نلتقي وجها لوجه. مع العلم انه هنالك مكالمات شبه يوميه بيناتنا. تحياتنا لكم وتمنياتي للشاعر ونطاح كل التوفيق. شكرا لك. وأترك الحديث لك. شكرا جزيلا الصحفي حيدر النعيم، معنا الصحفي لامع. هو في عتب يعني؟ لا لا، حيدر تحياتي الى ابو الارجوان. فعلا شيء غريب يعني. حيدر نتكلم انا تقريبا يوميا، لان حقيقه كثير امور اني هو يعني قبل ان اقدم على اي عمل استشير المحيط اللي اثق فيه. نعم. هو من الناس اللي اثق فيهم فيما يخص اعمالي يعني، وكيف اصورها ما اصورها. نعم. وانا اسوقها وهكذا، فاستشيره دائما. فحقيقه نتصل اتصال شبه يومي، وفعلا ما مشوا فيه. ما مشوا فيه. كان المفروض يجي لامسيه دبي، ولكن يمكن صار عنده التزام في تونس. يلا ان شاء الله على الامسيه القادمه. ان شاء الله. بالنسبه للسؤال هو حقيقه يعني كل مرحله. مثلا انا اول ما طلعت قدمت كاظم الساهر، بعدها طلعت في امسيه انا والفنان ماجد المهندس، وبعدها مع الفنان حاتم العراقي. هسه لو ما تقول لي اي اسم تقولي لي يا من المطربين مع كل احتراماتي ما اطلع معه. مو لان انا لا، هي مرحله احتاجيت انا للتسويق لانتشار معين استخدمتها، ومن بعدها لا تاتي مراحل كل المرحله بالضبط. فانا المرحله انا قلت خلاص. انت جاوبني على سؤال. نعم. شنو جايتك بالاسئله؟ اي فهذا الـ هذا الـ هذا القرار هذا. نعم. يعني ما اريد بعد اصور او يكون لي ثنائيه، عمل ثنائي. نعم. ما بين مطرب ويعني الا الاعمال اللي انا نفذتها اوريدي. لاني حقيقه كانت حلوه طالع عند ما زالت عندي كثير اعمال. انا من بدايه السنه من اول يناير لليوم منزل 15 عمل. نعم. جديد. يعني ما بين اوديو وما بين مصور. وعندي كثير اعمال منفذه لسه ما بثيتها. فعندي الحمد لله يعني دائما، لان مثلا اجل دبي ابقى اسبوعين او ثلاثه انفذ فيها ايش قد ما اقدر قصائد حتى اقدر استخدمها وانزلها. اذا هذا قرار لا رجعت عنه. ان شاء الله. هاي ان شاء الله ومن حقك. أكيد أكيد. طيب بعد هذه الأمسية في تخطيط لأمسيات أخرى؟ نعم. في بلد آخر؟ أكيد الأمسية المقبلة إن شاء الله حتكون في الأردن يوم 4/5 في فندق الشيراتون. والأمسية اللي بعدها حتكون في السويد. عندنا اتفاق مبدئي على أمسية في ألمانيا، في جولة في أمريكا، ولكن حقيقة أنا اختلافي مع المنظمين في أمريكا هو اللي دي أجلها. نعم. زين. يعني المنظمين نرجع الموضوع نفسه يريدوني إلا أكون مع مطرب، وأنا رافض هذا الموضوع. أو تكون مثلا. نعم. القاعة فيها أكل وشرب، وأيضا أنا رافض هذا الموضوع. لأن أحس أنه الشعر فيه خصوصية طبعا، إلا الشعر الإيقاعي. ممكن، ولكن أنا ما أقدم هذا النوع. يعني إلك شروطك؟ لا مو شروط. أنا شوف كل واحد يسوق نفسه بالصورة اللي هو. لا أنا يعني أنا أقصد شنو. الناس اللي تحضر هي أوريدي عارفة أنه أمسيات مأمون ومسرحة. أي. يعني البنية ما تلاقي أي صعوبة لما تقول لأهلها أنه أنا رايح الأمسية المأمون نطاح. صحيح. في حين قد تلاقي صعوبة لما يكون اسم آخر.
فهذه الخصوصية أنا أعرفها ويعني مفتهمها، فبالتالي أوفرها للناس قبل أن يحضرون. حلو حلو إنه يعني تلم بكل شيء. حلو، وهذا اللي ميزة. كان ليش قلت مختلف؟ مختلف إيجابياً، مو مختلف لأنه في كثير مختلفين سلبياً وفي لهم. لا، هو أنت لازم تدرسين الموضوع من كل جوانبه، وبالتالي إحنا ندري إنه في يعني قد يكون ما عندي مشكلة لمن أروح أنا وعائلتي تحضر مسرحية أو فيلم أو عرض باليه، بس تصير أكثر من إشكالية لمن تكون في حفلة أو يعني أمسية شعرية عفوا. نعم. طيب شو نسمع من عندك هسه؟ ما أدري، فراس راتشي على قبل الهوى. راتشي في كثير يعني عندك قصيدة عن النساء. لا، هو كلها عن النساء. هو كلها عن النساء. لا، بس هي هاي القصيدة اللي هي سوى ضجة ويا فراس. سوى ضجة ويا فراس. يعني حقيقة قبل ما أقولها، أنا بداية فكرتها إيش؟ إنه الإنسانة يا إما تختار صحيح وابن الحلال اللي يقدرها واللي يعينها على ما تبقى من عمرها وعمره، أو يعني تبقى في بيت أهلها أحسن. أنا هاي كانت فكرتي. نوني أيدك. أي يعني أفضل من فقط لمجرد الزواج، لمجرد أن أو لمجرد إرضاء من حولها، أو حتى يقولون عني متزوجة ويعني أو خوفا من لقب معين. إنه هذا اللي أنا أريد أوصل له. وبعدين ورا شهرين أو ثلاثة أو سنة تطلق أو تصبر على ضيمها معاه زين، حتى ما عايشة حياتها وهي ما عايشة حياتها. فلا، أبقي عند أهلك. هذا اللي احنا قلناه. تقول لا، حلو، ماكو شيء يزعل يعني. لا ما يزعل. لا، الشباب زعلوا، بعض الشباب زعلوا وكأنه أنا جاي أحرض على أنه تبقى المرأة في بيتها. لا بالعكس، بالمناسبة هذا فكر اليوم كثير من النساء. صح. يعني أنه تنبهوا إلى هذه القضية. تنبهوا إلى هذه القضية. تقول أبقي عند أهلك عزيزة، وشبعي من أمك دلال، صح كثيرات الشوارب بس قليلين الرجال. لا تقولين النصيب لا ولا سوء اختيار، ابقي وحدك بالمحطة حتى لو عد القطار. ما يبدل الذهب لونه، شما قست فوقه النار، النجمة يتلاشى ضواه لما نتغير المدار. في عرين الأسد كوني ثابت رسوخ الجبال، الأصيلة تريد غانم ما تبشبه الرجال. الأصيلة تريد غانم ما تبشبه الرجال. حلو، وما تزعل، كونوا رجال. مظاهر بس ليش بازعل؟ شوف، أنا سعيدة إنه هاي يمكن ثالث مرة خلال هذا الشهر استضيف شخصية ويتكلم بهكذا عن النساء. بإيجابية عن النساء. بإيجابية مفرطة. بإيجابية مفرطة، الحمد لله. ديوانك اتركني أحبك أيضا كان لسان حال المرأة. أغلبه. نعم. أغلبه. صحيح. أغلب قصائد. وتوزيعه ما شاء الله. الحمد لله احنا قربنا يعني الطبعة الأولى قربت تنفذ يعني وما صار لنا، احنا من شهر 11 نزل الديوان الماضي واليوم احنا تقريبا شهر 4 يعني اقل 6 شهور. الحمد لله. الحمد لله. راح تنفذ الطبعة. قلت لي انه تسجيل وكتاب. لا، في ديوان صوتي اسمه اتركني احبك، هذا للقصائد اسمه مسموع. مسموع. نعم. في القصائد باللون الشعبي يعني. ديوان اتركنا حبك هو ديوان للقصائد النثرية الفصيحة. وهو الأسلوب اللي أنا بديت به حقيقة. نعم. فقصائد أغلبها موجودة عندي قديمة. فقلت أنزلها حتى أوثق هاي المرحلة بكل إيجابياتها وسلبياتها. لأن هو نتاجي. اللي حتى عندي أنا قصائد مرات يقولوا لي بعض الشعراء هاي أنت كاتبها قبل أن تكون تعرف بالأوزان، لأن بيها مثلاً زحاف وبيها علل. أقول له ما عم، قلت له ما يعني أنا أحبها، أحبها بإحساسها اللي انكتبت بيه، ما أريد أغير، ما أريد أعدلها. قادر أنا أعدلها وأغيرها بس ما أريد خليها بالضبط. ليش؟ لأنها هي يعني بنت فترتها وأنا تعكزت عليها والناس حبتني بهذا اللون، فما مستعد أغيرها. فهاي مثل ما قلت لك توثيق لتلك المرحلة. إحنا طبعاً الكتاب هو من طباعة وتوزيع دار سما. نعم. في الكويت. نعم. ووقعته في شهر نوفمبر الماضي. والحمد لله يشارك بأغلب المعارض العربية. ودا نحاول حقيقة مجاهدين نأمنه للعراق. ولحد الآن ما. على سيرة العراق راح نشوف فيديو كليب لأول مرة يعرض في الظهيرة، بعدين نرجع نحكي. Thank you.
دامك نويت تغيب وتقول لي ظروف، تطعن هوا قلبي وتنسى غرامه، تحكي وانا طير على العش مكفوف، ارجف وصبر حسرتي والملا. دامك نويت تغيب وتقول لي ظروف، تطعن هوا قلبي وتنسى غرامه، تحكي وانا طير على العش مكفوف، ارجف وصبر حسرتي والملامه. كني وحيد والظهر صار مكشوف، ادور بكثب الرمل عالشهامه، الوذ بل هاجوس وصقورك الطوف، كل شحذ رمحه وجرد حسامه. تحدني عن الشينه نواميس وعروف، وعن حبه يدينك تحدن الكرامه، وعن طلعه النبره طوابير وصفوف، وعن جلجله حسك حدتنا الصرامه. سبحان من نشف نبعكم والجروف، وخلى الشحيح يطول عدكم مقامه، مقوى على منعك لو ان ودك تعوف، بيدك صفى امرك وعندك زمامه، في خافق من الهم ندبات وزروف، وفي عوجه ضلوعي رعشت الحمامه، كل الحياه خير وانا كلي كسوف، وكلي بغى كلك وكلك عدامه، يا خوف اجيك بيوم بكفان ملفوف، ويا ليت المح وجهكم والعلامه، ويا ليت المح وجهكم والعلامه. يا خوف اجيك بيوم بكفان ملفوف، ويا ليت المح وجهكم والعلامه، تقضي يا ابو محمد انا وانت نشوف، تقضي ونلي ما يضيع عمامه، ما صبروا على البدر لو مر بخسوف، ولا على المريض لين تشفى زقامه، من وين ما قلبتها جوني طيوف، ما منهم غير السهر والندامه، ناس كنت عكازهم كانوا حلوف، اذبح قعودي واطعم لهم سنامه. ناس كنت عكازهم كانوا حلوف، اذبح قعودي واطعم لهم سنامه، طبع الردي ما يجزع يدور ويلوف، وطبع الذرب تشتاق تسمع كلامه، لو عطشوا اليدين تسقيهم غروف، ولو عوزوا كملتهم من تمامه، ما بي عناصرهم لو انصار معروف، حلالهم بين وبين حرامه، ما بي عناصرهم لو انصار معروف، حلالهم بين وبين حرامه، مو كف عطاني الدهر معطيني كفوف، جردني من كل شي وركز سهامه، الدنيا من الناس راوتني صنوف، صنف كما الضرغام صنف النعامه، وصنف لون يلقاك يلقاك ملقوف، وصنف يحس بهيبته واحتشامه، وصنف من الاعذار يبني لك رفوف، وصنف على الزله يجيك اتهامه، وصنف اللون تنخاه جدران وسقوف، وصنف اللون يقدر يمنعك طعامه، ما هيبتني بل وجه طرقه سيوف، الا الغدر ما طيق حربه وصدامه، الا الغدر ما طيق حربه وصدامه، ما هيبتني بل وجه طرقه سيوف، الا الغدر ما طيق حربه وصدامه، واللي تبسم خاطره بسمه ضيوف، لا عد ترى وجهه وللقى كلامه، صديت صديت عني وعبرتي تحرق الجوف، تبرق عيوني تخفي دمع ابتسامه، اهون علي تابوت وتشيله كتوف، ولا شوف وجهك يوم قال السلامة، ولا شوف وجهك يوم قال السلام، قال السلام. هو عفوا هو هذا من الكتاب، 20 عام طبعا كثير حلو، فاذا القادم كله راح يكون من هيجي يعني، هذا اللي قصدته انا، هذا اللي قصدته. اي كنا قلت لك انه على الانستغرام كثير انت يعني تنزل اشياء، النثر بصوتك كان حلو. نعم يعني فقلت لي انه الناس عجبها هذا الشيء، قصيده النثر في العموم. نعم. قصيده ما تشد المتلقي. فانا حقيقه صار تحدي ما بيني وبين نفسي ايضا، اريد اسوي دعايه للديوان الشعري المكتوب. نعم. فقلت خلينا اسجل مجموعه من القصائد، فسجلت تقريبا 20 قصيده، نزلت اول واحده كانت تجسدت بك عاطفتي. نعم. فكثير الناس حبوها. وحتى كان احد الاخوان اللي قال لي يا اخي انت لو تقرا جريده هم الناس حتصفق لك، لان عندك نبره غريبه بالالقاء يعني. اي ناكد بين يعني شيء ما يتعلق بصوتك. نعم. فالحمد لله سجلت 20 عمل لحد الان، يمكن نزلنا 6 أو 5 وان شاء الله حنزلهم على سيدي الوحده اللي هي يعني يكون مكمل
للديوان المطبعي. يعني تدللهم طبعا، انت لك مؤشراتك، يعني شوف الشيء اللي عجبهم. لا انا انا حقيقه انت يعني تطرح اتعب شيء. على اتعب ايه؟ على انتاجي يعني بصوره ايه؟ عامه يعني مو فقط من ناحيه الغرابه، لا طريقه التسويق طبعاً. يعني اي شيء احسه يحترم واضح مأمون المتلقي اسويه. واضح لانه انت بهذه الفتره كنت نجم بكل ما تعنيه هذه الكلمة. شكراً. من معنى من فضائيات إلى إعلام مرئي إلى مسموع، كنت أنت حاضر. لولا هذا اللي تقدمه يعني لا يحظى بهذا الاهتمام من فراغ، لولا أنت ما تقدمه صح مختلف إيجابي إحنا قلنا عليه. نجاحك هذا يقلل أم يبعد الفجوة بينك وبين بعض القنوات اللي هي معنية أنه بتقديم الشعراء، وخلنا نتحدث أنه خصوصاً الإعلام العراقي بدون تسمية؟ يعني أنا بداية يعني حقيقة حاربوني الشعراء العراقيين، يعني أكون صريح، يا ربي مو كلهم بس أغلب جيل الشباب كان يعني صعب، يعني يجرحني جدا لما يكون واحد اسمه الشاعر الفلاني ويقعد يسبني بالتعليقات. طب شو الاعتراض؟ يعني يقولون هذا يصفط حكي، هذا ما أعرف إيش، هذا ما عنده شيء. تشكيك موهبتك. تشكيك يعني من تجيل للأصل في الموضوع تلاقين مثلا يا إما بنية حاطة قصيدتي وما حاطة قصيدته هو ضايج الأخر. يعني هذا أصل الموضوع كله لما تجين تبحثين فيه. وفي ناس تقول له هذا متكبر وعنده عنجهية وعنده طيب إذا أنت معاشرني تدري هذا الموضوع ما موجود. نعم. أنا مرات بي خجل صح في تكوين شخصيتي. معروف الناس القريبين مني يدرون بأنه مو خجول. بس هذا اللقاء عن لقائي قبل بيك لا أنت اجتازيت الخجل ولا عال. مو صحيح؟ هاي ثاني مرة أشوفك. هاي ثاني مرة. إي تفضل. فالخجل يمنعني من أنه أخذ وأعطي كثير. نعم. بس مو هذا مو تكبر، انت ما قدرت يعني يعني تبني قناعاتك على وجهة نظر غير صحيحة يعني. فخلاهم اللي جرحني جدا حقيقة لما اكون اني عندي لقاء مع مثلا قناة عربية ويوصلها ايميل من شاعر يقول لها هذا عمره الشعري لا يتجاوز السنتين، هذا ماخذ مني قصائد، اني تخيلي ماخذ مني قصائد في حين اني لوني يعني ما ممكن احد يكتبه لاني يعني بيئتي الشعريه تختلف عن البيئه الشباب يكتبون بيها. يعني انا مع كل احتراماتي بهولندا قاعد بين صور الشعريه تعتمد على الخضار وعلى الزرع وعلى الورود وعلى الزهور، لان الشاعر يعني شئنا ام ابينا ابن بيئته. فيتكلم علي بهالطريقه وتجيب لي المقدمه، تجيب لي الرسائل مالته واقراه الشاعر الفلان. طيب يا اخي انا على الاقل ابن بلدك، يعني ليش تنطبيه؟ نعم. أنا ابن بلدك، هاي عوفك من الصحيح والكذب، أدري كذب. هو شنو طبعاً يريدني علشان أرد عليه عشان الأخ يشتهر. نعم. هاي هسه الموديل اللي عندهم. فأنا عرفتهم، يعني عرفت اللي يتكلم خلي يتكلم. نعم. في الفترة الأخيرة لا صارت بعض الانفراجة لأني قمت أتواصل شخصياً مع بعض الشعراء، فبدوا يغيرون قناعاتهم عني. نعم. يعني السابقة. بس هذا مو لأن أنا تغيرت، هم قاموا يشوفوني بصورة أخرى، بصورة صحيحة. نعم. ولك أشتاق لك لو إلي اشتاق لي مع الكبير عريان سيد، وحتى هذا الدويتو أيضا مسلم، مع العلم أنه هو كان هناك تعامل راقي مهني تعاملت وياه وتعاملت معه مكانته، ما أعرف ليش في لوم. مو هاي يقول لك عريان هو يعني جبل الشعب العراقي. يطلع مع مأمون اللي تو جاي مثلا وهم كلهم موجودين حواليه وما طلعوا وياهم، هذا يغيظهم يعني مثلا يعني. وهذا الشيء ما كان المفروض يصير، لان انا من سالته لابو خلدون قال لي ما حد جانب شيء وقدم لي فد مشروع مثل اللي قدمت لي اياه وانا رفضت. صح. لا وليش اللوم طالما انت تعاملت وياه كاسم بهذا الشكل؟ ليش ما وصلنا نقد؟ يعني انا ما وصلني نقد. نعم. على عمل اشتاق لي يعني حكي على الصور الشعريه اللي في يعني نقد موضوعي مثل ما يقولون، كل اللي حكوا هو عمليه مقارنه، طبعا لا تقارن تجربتي بتجربه الرجل يعني ما انا ما اقبلها. طبعا يعني انا ما اقبل ان اقارن يعني هذا امر يعني مفروض طبعا ولا اقدر اقارن كل اللي اكتبه ببيت من ابيات ابو خلدون عريان سيد خلاص مستحيل. فانت انا هذا الشيء مفرغ منه، لكن انت عشان اصحح تجارب اذا انت صدق يعني مهني وصدق يعني يعني تريد تطور من الشعب العراقي، اكتب لنا شنو رايك في العمل كماده شعريه. نعم. يعني مو تنتقده فقط. صحيح. واليوم نجاحك هو الرد
هو أكيد. هذا أكيد. هذا اللي أنا حقيقة يعني مثل ما يقولون أتقبع به زين وألبسه دائما هو النجاح. الحمد لله أنا هسه المنظمة وجه لها تحية طبعا الأمسية من تنظيم شركة NME والمهندس أحمد منصور. فأحمد يقول لي ما تتخيل اتصالات من الكويت ومن دول الخليج على أمسية. فهذا واحدة يعني الحمد لله أنا أقول يعني قدرت أن أرفع وأنا من 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 أقعد بالأماسي والله لا عمري مدحت الشخص الفلاني أو العلاني يعني كلها تعرفني لا مادح ولا رادح في الشعر ولكن لأني أقدم بلدي بصورة حقيقية يعني بالصورة اللي إحنا طلعنا منها يعني بالصورة اللي أنا ماخذها على بلدي مو الشوائب اللي حاليا بتدور يعني فالناس حبت. وأنت تمتنع عن إقامة أي أمسية في أي مدينة إلا تنطلق من بغداد قلب العراق. أي صحيح. صحيح. هذا أيضا أمر. هذا لحد الآن أي إحنا مثلا لو أريد نسوي بكردستان كنت سويت حقيقة من زمان. ولكن إحنا أصرارنا على العاصمة بغداد وكل ما نتهيأ تصير بعض الأمور ونأجل وهذا يعني ما زلت متأمل. وأعتبر أحد أحلامي يعني. إن شاء الله. كل التوفيق وأكيد راح نكون حاضرين هذه الأمسية. أنا جبت لك وياي دعوات اثنين. شكرا جزيلا لك. يقربون الصورة. هاي يقربها هاي الدعوة. هاي دعوة خاصة. شكرا جزيلا وإحنا حاضرين أكيد وكاميرا الشرقية والظهيرة. شكرا لكم. أكيد متابعتك من فوتي شي حدث. والختام إلك. مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة وإن شاء الله يتجدد اللقاء في ظهيرة جديدة الجمعة المقبلة في أمان الله. الختام لحضرتك شعرا. شكرا للشرقية وشكرا لهذه الاستضافة وإن شاء الله نشوفكم دائما على الخير والمحبة. وأنا حقيقة ما أريد أقرأ شعر ما تريد؟ أكتفي أكتفي يعني أكتفي أخلي جهد الصوتي للأمسية يلا وللأمسية إحنا نشجع الناس أن تروح للأمسية فشكرا لكم وشكرا للشرقية وشكرا على الإضافة وأحيي الجمهور من خلف الشاشات وأحيي أهلي في الأنبار وفي الموصل وفي صلاح الدين وإن شاء الله الموصل تتحرر قريبا وإن شاء الله نشوف غير الخير والسعادة ببلد إن شاء الله يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا